طب كيف أعرف المصداقية؟ أتابع من؟ أستمع لمن؟ كيف أفرق بين الفود بلوجر الأصلي أو المقيم الأصلي وبين الناس اللي حاولين يدخلوا في هذا المجال ليثيروا الجدل؟ طبعاً هو يمكن في غياب تقييم فيك كريديبيليتي يعني مصدق من جهة معينة موثق رسمي، عدم وجود هذا النظام أعطى مجال للمجموعة العشوائية هذه. طبعا أنا أعتقد أن أنا ممكن أدي نصائح بسيطة، إذا الواحد يبي يدخل مطعم ممكن يدخل على الريفيو الموجودة العامة، في كتير ريفيو مواقع بتحجز الناس فيها فنادق، بتدخل بتحجز مطاعم، هذه الريفيو إذا كان عنده نسبة عالية من الأصوات عالية يعني ملفتة خلينا نقول، معناته هذا المطعم أكيد يعني مو ممكن هذه الأصوات كلها نجح إنه هو يشتريها بفلوسه أو يخليهم يسوقوا له يعني. لكن لو شاف مطعم ما عنده أي ريفيو أو نسبة بسيطة مو معناته إنه هذا المطعم سيء، بالعكس ممكن يكون هذا أفضل من اللي عنده نسبة عالية، ولكن هذا مؤشر ممكن يساعدني أنا إني أخذ القرار بنفسي إني أنا أحكم على ريفيو وأدخل عيش التجربة.